يا مال الشام ويا ما يا مالي. صباح الخير واضح. لينا لأنه اسمي الحقيقي لينا منو لينا بس هو الاسم المسيطر بكل العالم فخلص صرت رد على لينا. هو مو أغرب اسم أغرب اسم دلعك هو ردينا. ما خص باسمي لهيك هو أغرب اسم ردينا. بوجهي بحب غير انفي اكيد بحبه لو كان اصغر وهيك اضبط، بس هذا الشيء شبه ما رح اعمله يعني لانه اول شيء صار عندي قناعه انه هذا شكلي وهذا شيء مميز وانه انا صحبه مع انفي صار له معي كل عمري فانا ما رح غيره هلا، بس يعني ما كثير هيك دائما بتمنى انه لو انحف شوي انت كنا طلعنا احلى. صديقتي من شخصيات رسوم متحركة أكيد رح تكون برايف، نشبه بعض بالشكل وشخصيتها التمرد تبعها فكرة أنه هي أميرة بس نفس الوقت هي مقاتلة وهي بتحمي حالها وهي ما بتشوف حالها ضمن الإطار التقليدي اللي البنات والملكات والأميرات اللي حاطينها، فهي ما بتشوف حالها أميرة، هي بتشوف حالها نفسها. وفي حدا تاني بحبه كتير، كارو بنت لأبلة فاهيتا. هي كمان هي دمية فعليا منها رسوم متحركة، بس أنا كتير بحبها وكتير بحب صدقها وصراحتها وكيف ما عندها مشكلة تحكي الحقيقة بأي لحظة كانت. ماما إيه يا كلوة ماما؟ هو أنت كده خلاص هتبقي مرحومة وتقابلي بابا في جهنم؟ شايلة زكتك وفلوسك فين؟ بحب صحبة الأشخاص اللي مو كذابة بغض النظر كانوا رجال ولا نساء، بس بحكم شغلي أنا بعيش أكثر مع الرجال أكثر بكثير ما بعيش مع النساء حولي، كل ما عم بكبر عم أقدر صحبة النساء أكثر. الحقيقة هو أنا سر ما كتير العالم تعرفه انه انا لما اكون بقعدات او بمقابلات اللي فيها حكي مو الانترفيوز اللي مجهزه انه انا غني فيها وفي مسرح ومعي موسيقيين، انه انا ما بحب غني، بحب غني بس على المسرح لما اكون مجهزه انه انا رح اغني، لما اكون محضره صوتي، لما اكون نفسيا محضره اني اغني، بس ما بحب حس حالي هي المسجله اللي بينطلب منها تغني فبينعمل لها كبسه بلاي وهي لازم تغني. هدول الاغاني موجودين بيكونوا على يوتيوب، بحب غني على المسرح لما احس انه بدي شارك شيء. بكذب عادي متصالحة مع القصة يعني. مثلا لما فتت على المعهد العالي للموسيقى أنا كان في جايتني منحة سوربون لأطلع أدرس كمل دراسة الاقتصاد إدارة الأعمال برا سوريا بفرنسا كوني كنت الناس القلال اللي بيحكوا بالجامعة فرنسي وإنجليزي وعربي، فوقتها ما قلت لأهلي إن أنا رفضت المنحة وإني بلشت دروس إعداد لدخول المعهد العالي للموسيقى، وأهلي لما عرفوا كتير تضايقوا فأنا كان عندي سبب أني خبي، بس بالنسبة لي التخباية هي كذب بالأخير، فأي عندي كذبات من هذا النوع اللي هي بشوف أنه أنا ما بكون قدراني على حرب المواجهة بوقتها، فأنا ممكن اخترع هيك شغلة صغيرة أو خبي، يعني التخباية أكتر من الكذب بحد ذاته، بس أي بعملها في سبيل الشغلة اللي بحبها يعني. الفوبيا اللي عندي من الأشياء المتحركة اللي هي مثلا درج الكهربائي، انه انا اذا واقفه على ارض ثابته في درج كهرباء انا بخاف بوقف، بخاف امشي على ارض شفافه مثلا وفي تحتها الارض مبينه وشغلات طالعه نازله، عندي فوبيا من هاي القصص وبتزعجني احيان لان هي ما في داعي لهذا الخوف بس هي فوبيا موجوده ولازم اتعامل معها. اعتقد الليل، مع انه انا كنت قبل اكثر انسان بفيق بكير وبحب النهار، لا الليل
بحب الاضويه، بحب الاضاءه هيك، بحب تحديدا فتره الكريسماس هيك، كيف الميلاد بنلاقي السيريات والاضويه الصغيره بالعتم بيسحرني، هذا منظر الليل والنجوم بيسحرني، فاي شيء فيه ضوء حلو بيسحرني بالليل. بحب كثير اقعد لوحدي، ففي كثير اشياء بحب اسويها انا ولوحدي. بحب اتدرب، بحب اتدرب على البيانو، كثير بحب قعدتي مع البيانو. هاي العلاقة بالنسبة لي البيانو ما بحسه شخص، يعني ما بحسه آلة، بحسه شخص، بحسه إنسان، وأنا له علي التزام أنه أنا أقضي وقت معه. بحب أرسم، بحب خطط، تخطيط خط عربي كاليغرافي. بحب أطبخ كثير، وبحب أحضر أفلام. مؤخراً رجعت للقراية وللكتابة هون بمصر. على مو على موج البحر أنت لي، آه يعانقيني أنت لي. باي باي، واضح، ضلوا بخير.